بهذه المناسبة حضر معنا لافتتاح هذه الدروس المباركة مجموعة من العلماء الأجلاء الأفاضل على رأسهم أستاذنا الفاضل السيد رئيس مجلس العلمي والإخوة جميع الإخوة المشاركين في ندوة الإمام مالك والتي تجري يعني في هذه الأيام المباركة في مدينة فاس، مدينة العلم والعلماء، مدينة المذهب المالكي، بحيث إن هذه المدينة هي مصدر إشعاع لهذه البلد، لهذا البلد، وسبب تدريس هذه المادة يرجع إلى أن ارتبطت هذه المادة بصاحبها وصاحب هذا الكتاب الذي كان له الفضل في دخول هذا الكتاب إلى المغرب، ألا وهو أبو ميمونة دراس بن إسماعيل، ولذلك فيسمى هذا الكرسي كرسي دراس بن إسماعيل. فنترحم عليه جميعا ونتشرف بإحياء هذا الكرسي المرتبط بهذا الكتاب، بحيث إن هذا الرجل وهذا العالم الفاضل الجليل هو أول من أدخل هذا الكتاب إلى هذا البلد، ولذلك فسمي باسمه، وإن شاء الله سوف نحيي هذا الكتاب من جديد في هذه الجامعة العريقة. وبهذه المناسبة نشكر كل من ساهم في تدريس هذا، في إحياء هذا الكرسي المبارك. ولهذا إن شاء الله سوف نفتتح في هذا اللقاء المبارك هذا الكرسي، وذلك بالطريقة التقليدية التي ندرس بها دوما الكتب وأمهات الكتب من خلال السرد والشرح والتحليل. ولهذا فسوف إن شاء الله تعالى نسرد بعضا